ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون